الناس في العلم طبقات، موقعهم من العلم بقدر درجاتهم في العلم نفسه. فإن من أدرك علم أحكام الله في كتابه نصاً واستدلالاً ووفقه الله للقول والعمل بما علم منه فاز بالفضيلة في دينه ودنياه، وانتفت عنه الريب، ونورت في قلبه الحكمة، واستوجب في الدين موضع الإمامة. ما أجمل ما تقول يا إمام. أتذكر ما قاله إمامنا مالك عن العلم؟ أجل يا صديقي، كان يقول العلم نور، وكان يقول عنه أيضا العلم حسن جميل، ولكن انظر ما يلزمك. من حين تصبح إلى أن تمسي فالزم. ولكن انظر ما يلزمك، هنا يتبادر سؤال وجوبي، ما الكيفية لتحديد ما يلزم الناس؟ الناس كما ترونه مختلفون متناحرون. نريد أن نستمع للإمام يا حفص، لا تحاول الدخول في مناظرة. لا بأس من المناظرات، أعرف ما ترمي إليه يا حفص وأحترمه، وسوف نتحدث فيه حتما، ولكن في مقام آخر. عفوا يا إمام، أنا فقط أريد أن نستزيد منك بدلائل من القرآن والسنة عن وجوب طلب العلم. كما قلت أنت يا حفص، الحجة في كتاب الله وسنة نبيه. فصلها لنا يا إمام. قال جل ثناؤه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إذن وجب على طالب العلم بلوغ غاية جهده في الاستكثار من العلم. هناك ما كتب في جماع العلم، أما عن نفسي فأعيد تصنيف ما كتبته في بغداد. هل لي أن أسأل لماذا؟ لك أن تسألني طول الوقت وفي أي شأن. الإجابة لا، لأني ما زلت أبحث وأتعلم. تتعلم؟ أنت يا إمام ما زلت تتعلم؟ اسمعي، لا كبير على العلم، لن يبلغ العلم جميعا أحد، لا ولو حاوله ألف سنة. إنما العلم عميق بحر، فخذوا من كل شيء أحسن. نتفق؟ نتفق. الحمد لله. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.